يقول من أراد أن يكتتب في الأسهم وليس عنده المال، فاتفق مع شخص آخر وقال له أكتتب بشرط أن تعطيني النصف، ما حكم ذلك؟ أنا لا أفتي في الأسهم أصلا، أنا لا أرى الفتوى في الأسهم أصلا، واللي يريد يبيع ويشري يبيع بالسلع الواضحة الظاهرة التي ما فيها لبس ولا خفا ولا جهالة ولا غرر. نعم.